أطيب أب وأطيب أم ممكن تقابلهم في حياتك. الله، الكوباية دي حلوة أوي. والله يا ماما ما كانش قصدي أكسرها. ولا يهمك يا حبيبي، خدت الشر وراحت. أحيي، دخلت بالكوتش على السجادة. والله يا ماما نسيت. ولا يهمك يا حبيبي، هكنس تاني. ماما بصي بصراحة كده، أنا واقع مني الفلوس اللي كنت رايح أجيب لك بيها الأكل. ولا يهمك يا حبيبي، فداك مليون جنيه. ماما أنا اتكلمت من التليفون بتاعك وخلصت الرصيد اللي عندك كله. يا حبيبي ولا يهمك، هشحن تاني عادي. شنطة أمك فيها 400 جنيه، أنا 200 وأنت 200. ماما احنا لنا في شنطتك 400 جنيه، اخويا اخد 200 وانا اخدت 200. خدوا اللي انتوا عايزينه يا حبايب قلبي. يا لهوي، دي الساعه 3 الفجر. معلش يا بابا ان انا اتاخرت. ولا يهمك يا حبيبتي، وكنت تباتي بره احسن بدل ما تتعبي نفسك وتيجي. بابا حبيب قلبي، بقول لك كنت محتاج 5000 جنيه عشان طالع مع اصحابي الساحل. الساحل وعايز 5000؟ ادخل خد 10000 من جوه يا حبيبي. بابا انا سقطت في كل الامتحانات وهعيد السنه دي. ولا يهمك يا حبيبي، عيد براحتك، بلا دراسه بلا قرف. بابا انا هنزل اخرج مع حمو صاحبي. ماشي يا حبيبتي، وبيسلمي لي عليه وبسهولي.